في هذه الجمعيه بصفتي بعدا واحد من الافراد ديال هذه الجمعيه من الاعضاء ديالها وبصفتي كسائق. المهم انا نعطيكم فكره كيفاش بعدا تكونت هذه الجمعيه. هذه الجمعيه سيدي كنا الدراري كنتلاقاو وخصنا ملتقى ديالنا ديال الواتساب، بقينا كنجمعوا الدراري اللي كنتلاقاوه كنديو النمره كندخلوا في الواتساب، من بعد بقات النقاشات في الواتساب والمشاكل ديالنا، شي واحد بقى اون بوان كيعيط للدراري كيجيو موراه، شي واحد عنده شي مشكل. المهم وصلنا لديك الفكره ديال اننا ولينا كنحلوا المشاكل ديالنا بيدنا. نعم. لان الاغلبيه اللي كيحصل في شي مشكل ما كيفكرش يعيط للنقابه ولا شي، ولا كان هو من النقابه كتكون عنده الفكره ديال النقابه تدافع عليه، اما السائق العادي اللي ما تابعش لشي نقابه هذا هو المشكل ديالو، ما عندوش اللي يدافع عليه. يعني كيفاش تاسست بدات هكا، بدات الفكره كتبلور، الدراري قالوا ناسسوا نقابه، وقلنا تبارك الله كاينه النقابات بزاف وما كايناش زعما شي من فئه كبيره. جات الفكره ديال جمعيه لونسينا نيت في وسط الملتقى، لونسينا شكون اللي غيرشح راسو وشكون اللي غادي يدي، ومع ما كانش من حقنا نديروا لا اجتماع لا والو بحكم الظروف اللي كتدوز بها البلاد ديال كورونا وهذا. درنا اجتماع عن طريق الويب بالزوم، وبقينا كنهضروا وشرحنا بعضياتنا دايما الثقه في بعضياتنا وحاسين بالمسؤوليه ديال كل فرد بحال عندنا، بحال الرئيس بحال المستشار بحال كل شيء كيخدم. المهم هذه الجمعيه اصلا تاسست للسائق المهني، كتدافع على السائق المهني، تجيب له الحقوق ديالو ونساعدوه غير مع بعضياتنا باش ما كاين حد. المهم هذا الشيء كامل من اجل السائق المهني، هادشي اللي كاين. وشكرا. كما قلت الاخ السائق المهني، يعني السائق المهني كما نقولوا كان كيتخبط في ديك الدوامه ديال كما نقولوا هذا باترون، هذه نقابه، هذا كذا، وما كاينش اللي كيمثلو هو، خصوصا في الاعمال الاجتماعيه كما كتقول انت. يعني كاين شحال واحد دابا كيمرض، شحال واحد كتبقى له شي ظرفيه مشي هذيك بزاف، الا ما كنتيش متبع واحد الجهه ما كاينش اللي يعرفك. مع حنا عاوتاني قطاع غير مهيكل، نعم، كيعرف الجميع. لهذا درنا الجمعيه باش كنتعاونوا كما قلت اجتماعيا وماديا. نعم. ماديا مع بعضياتنا كنوقفوا لها، الا مرض شي واحد اولا ما كيخدمش. نعم. باش كيف باش غيصرف، باش غيجيب بعدا الدواء. نعم. خصك شحال مره بنادم مريض وخدام والله العظيم لانه يعني ما يقدرش يوقف، الا وقف ما غيجبر ما ياكل لا ولا ولا. هادشي اللي كاين هي اوكي. يعني كما قلتي غير مهيكل، شنو من الناحيه غير مهيكل؟ واش الانسان خدام عشوائي او لا؟ ما كاينش الضمان الاجتماعي، ما كاينش كونترا ولا شنو؟ عشوائي لا. نعم. كونترا لا، ضمان اجتماعي لا، معامله من مول شي لا، لا تغطيه صحيه لا، بزاف ديال النقص بزاف. نعم. ولات روسيتا ولات بز منك تعطي الثمن، لا دابا شويه قاصحه على الشيخ. نعم. قاصحه كتجعلو هو يرتكب بزاف الاغلاط، وكيجيه واحد الضغط اثناء العمل اللي يخليه يرتكب الاغلاط، وانا متاكد من هذا الشيء اللي كاين. والاغلاط كما قلت الاخ، الاغلاط يعني بحال نقولوا شي مخالفه ديال شي 700 ولا ما عرفتش شحال، شكون كيضمنك فيها؟ شي حاجه ما كيضمنو حتى واحد، ضمن الله. يعني انت كتقي نهار خدام كما نقولوا جماعه ديك الروسيتا، جاتك شي مخالفه كتخرج من ظهرك. جاتك مخالفه كتخلصها انت. المشكل باش تخدم واحد السيمانه باش تخلصها الا ما داولكش البيرمي. نعم. اما في حال الا داولك البيرمي ما غتخدم ما والو، غتبقى جالس وغتساين الحل من عند الله. يعني كمولشي ولا يعني كرب العمل واش كيكون شي دائم منه ولا؟ بعضياتنا رب العمل يقلب على شي فورخور والسياسه اللي خداو قبال ديال كتب الشيفورات وهذه. هادشي لا يعني هذه الجمعيه كما نقولوا تتنفذ للشيفور يعني. نعم، فيها اعمال اجتماعيه، فيها نخرجوا وليداتنا مع بعضياتنا، شويه نفسات شويه الدباب. يعني كما قلنا اعمال اجتماعيه، يعني الناس اللي مرضين، وعاد زيد على ذلك ان كتمثلكم هي في كما نقولوا في المؤسسات. نعم. هذا مشى للبيرمي، هذا كذا، هذا كتمشي تدافع عليه. نعم، كيدافعوا شويه علينا في المعقول، في الحدود ديال القانون، فهمتي؟ إذا كان الحق ديالك وحسيتي بأنك راهم ما عطاوكش حقك، ديك الساعات مرحبا نشوفوا وندخلوا ونجريوا الحق. إذا كان الحق ماشي ديالك، راه ماشي ديالك، راه ما نقدروش نجيبوا لك حق هو ماشي.